هنتكلم بشكل مستفيض اكتر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا العزيزه دكتوره منى غازي، منسق مساعد المبادره الرئاسيه حياه كريمه في الاهليه. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. يعني خلينا نبدا كده مع حضرتك، زي ما زميلتنا العزيزه نوها قالت، بفكره تمكين المراه او دعم المراه عامه في المناطق الريفيه وفي القرى في محافظه الدقهليه. تمام. طبعا المراه مبدئيا في مركز شربين بتمثل حوالي 54% من نسبه السكان هناك. طبعا يعني اغلبيه بالضبط. طبعا المراه يعني جانب ان هي كور لاي اسره في المجتمع، هي اللي بتواجه جميع افراد الاسره، هي نجاحها من نجاح افراد الاسره كلهم، فكان لازم يبقى فيها اهتمام كبير جدا. عملنا دعايه او بنعمل توعيه برياده الاعمال والانشطه اللي ممكن المراه تمارسها، زي لاحظنا لان هناك في شربين لاحظنا حاجات كثيره جدا، ناس بتمارس حرف يدويه، ناس بتشتغل على منسوجات، بتعمل مفروشات، ناس بتشتغل على الصناعات الغذائيه، بتعمل منتجات البان الفاكهه، ناس بتشتغل في الخزف والفخار، والحقيقه بيعملوا منتجات حلوه جدا. طب ازاي بتدعموهم او بتقدموا لهم حاجه يطوروا بيهم؟ بتقدم برامج دعم كبيره جدا عن طريق مثلا صندوق شباب الخريجين، عن طريق صندوق التنميه المحليه، عن طريق برنامج مشروعك. كل دي برامج مختلفه بشرايح قروض مختلفه بفئات مختلفه، طبعا هدفها من ضمنها الشباب والمراه بالذات بشكل كبير يعني. برضو الاهتمام بصحه المراه والصحه الانجابيه، الحملات التوعوية اللي بتقدمها الجهات بقى المختلفة بالتنسيق بين المحافظة والجامعة والمجلس القومي للمرأة، زي حميام الختان ومناضلة العنف ضد المرأة، الحملات والتوعية بلقاح كورونا والأهميته، الحملات بتاعة الكشف على أمراض الثدي، كل الحملات الطبية اللي بتستهدف صحة المرأة. في برضو بدأنا إن شاء الله في فكرة بادئين نشتغل عليها، ان احنا بنعمل زي مسابقه للاسره المثاليه. الاسره المثاليه دي مكوناتها طبعا الاساسيه المراه. بنشوف عدد مثلا الاطفال في كل اسره مثلا ما يتجاوزش 2 لـ3 طفل، مستوى التعليم بتاع الاب والام، مستوى التعليم بتاع الاطفال نفسهم ومدى تميزهم وتفوقهم، ولو في تفوق رياضي طبعا بيبقى دي حاجه كويسه جدا، بنقدم لهم جوائز ماديه وعينيه. ايه تاني ممكن نشتغل برضو على الجانب بتاع الشباب والرياضه، في بعض الشابات اللي هم عندهم انشطه رياضيه نبدا ممكن نشتغل عليها، نعمل لهم مسابقات. في ناس اقترحت علينا ان احنا نعمل لهم زي ماراثون للجري. في مجالات كتير قوي بنشغلين عليها وان شاء الله يبقى ليها مردود كبير جدا عندهم باذن الله ان شاء الله. طيب انا عايز ارجع مع حضرتك لنقطه تمكين المراه اقتصاديا. حضرتك اتكلمتي عن عدد من المشاريع اللي هي موجوده بالفعل، وان هذه الانشطه اللي بيمارسها اهل هذه القرى تحديدا السيدات منهم، اما بتيجوا تختاروا مشروع ينفع ان انتم تطبقوه لعدد اكبر من السيدات، بتشوفوا مشاريع بالفعل موجوده وبالتالي يتم التوسع فيها، ولا بتشوفوا مشاريع جديده بافكار جديده ممكن تطرحوها على السيدات وهم يختاروا منها؟ بص حضرتك، في هما الاثنين موجودين تقريبا، يعني في ناس اوريدي قامت مشروعات بس على طبعا سكيل صغير جدا، يعني ممكن تمشي ماشي في الكوره بتلاقي واحده سيده قاعده كده على جنب بكشك كده صغير بتبيع مثلا حاجات اللي هي الفخار وهي اللي بتصنعه بايديها. يعني في ناس مثلا تانية تلاقيها بالذات مثلا في رمضان، لو انت نزلت في كره شربين هتلاقي ناس كتيره جدا قاعده بتبيع اللي هي الحاجات المنتجات الرمضانيه، العصاير، القطايف، الحاجات دي. فانت بتلاقي كل واحد شغال بس على سكيل خاص بيه، سكيل صغير جدا. وده برضو على فكره من ضمن الاهداف اللي احنا شغالين عليها، ان انت مش مجرد انت بتطرح رؤيه وبتنفذها، لا انت بتطرح رؤيه بتتناقش مع ناس هناك في الحوار المجتمعي، بتشوف الفيدباك بتاعهم ايه، لو في اي مقترحات قالوها. وده كان بناء عليه جت فكره المجمعات الحرفيه. ليه؟ لان احنا لقينا انشطه كتيره جدا بتتمارس بس كل واحد بشكل منفصل، مفيش تكامل ما بينهم. ممكن يبقى في يعني ممكن يبقى في هما من ما بينهم وما بين بعض يبقى في تعاون علشان ينتجوا بشكل بالزبط. افضل بشكل بحيث تكون سايكل كبير. يعني حد مثلا لو يشتغل على الماتيريال، وسواء بقى مراه او شباب حتى كمان. طبعًا. حد يعني تبقى سايكل كامله، حد مثلا بيوفر الماتيريال او المواد الخام، حد تاني بيقدر يشتغل عليها، حد تاني بيقدر يعمل لها مثلا زي دعايه او ينزل في الاسواق العموميه الكبيره يقدر ان هو يبيعها. بالظبط. كانت لسه يمكن دكتور ايمان ابو الفضل بتتكلم معانا ضيفتنا السابقه عن فكره ان دلوقتي بقى في الريف وفي القرى وعي عند المراه او عند الفتاه عامه بفكره ان من خلال مبادره موده ورحمه ان هم مثلا ياخدوا كورس معين قبل الجواز عشان يعرفوا يعني يكونوا مؤهلين للاقبال على الجواز وتحمل المسؤوليه وكل الامور دي. بقى في كمان وعي بفكره ان هم لازم يكونوا متمكنين اقتصاديا، متمكنين تعليميا. ازاي بتساعدوا في النقطه دي تحديدا؟ التنسيق بصراحه لازم يكون
وهو ده بيتم ما بين الجامعه وما بين المجلس القومي للمراه برضو، لان هم بيعملوا مبادرات كتيره جدا بتخص تمكين المراه، وبيعملوا مبادرات زي باب رزق وطرق الابواب، بيوعوهم بفكره رياده الاعمال. في نسبه كبيره برضو يعني لا باس بها يعني من السيدات للاسف هناك المعيله هي اللي مسؤوله عن الاسر، سواء بقى هي ارمله او مطلقه بيبقى مسؤوله من اسره كامله. بتساعدوهم طبعا على فكره التمكين الاقتصادي. اولا احنا اول حاجه عملناها لما نزلنا كشباب جمعنا الاول قاعده بيانات كبيره جدا عن الناس، سواء كل اسره عدد افرادها، هل هم بيعملوا ولا لا، هل عندهم احتياجات خاصه ولا لا، بنشوف كل واحد عنده متفوق في ايه او بيعرف يمارس مهنه او حرفه ايه ونبدا نساعده. في ناس بنقدر ان احنا نمولهم مباشره لان هو اوريدي عنده الفكره مجرد بس محتاج التمويل، في ناس بنقول لها لا طب تعالوا احنا بنقدم برامج توعيه، برامج دعم للمشروعات، برامج رياده اعمال، بنقول له انت ازاي تقدر تعمل دراسه جدوى، انت بتخلقي ثقافه وبتخلقي نوع من انواع التعلم جديد بالنسبه لهم، يقدروا شغالين على نظام تعليمي او بروسيس تبقى ماشيه صح بحيث ان يضمن في الاخر نجاح المشروع ده. ده طبعا بيتم بين الجهات كلها المعنيه واحنا بنتابع ده ونحاول ننسق ما بينهم يعني. يعني دكتور منى احنا طبعا بنتمنى لكم كل التوفيق في الخطوات اللي انتم بتاخدوها عشان فعلا تدعموا المراه وعشان عامه تدعموا مبادره حياه كريمه في كل قرى المحافظه، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا. دكتور منى غازي منسق مساعد المبادره في محافظه الدقهليه، شكرا لوجودك معانا. الف شكر لحضرتك.